اعمل 100 جنيه. اعمل 100 جنيه بس، لا ثلاث كنت قطع يا جماعة ب100 جنيه، مع اللاكروك لاكروك، بتاعه. بصوا ده اللاكروك بتاعه، ودي البلوزة بتاعت البيجامة، وده البنطلون كبير. مقاسه حلو جدا وبياخد شكل الجسم، بمية جنيه بس. 100 جنيه بس يا عرايس يلي بتجهزوا، ان شاء الله هتيجوا هنا هيعجبكم حاجات كتيرة جدا. عندهم بيجامات اسعارها حلوة والعروض كمان. نفس الموديل بتاع الترنج الرياضي ب110، الوانه موجودة، في منه مقاسات، مقاسات لا ولا وان سايز؟ مقاسه كبير، مقاسه كبير ب110 يا جماعة. الترنج ده الخامة بتاعته حلوة جدا، اهي الخامة بتاعته بتاخد شكل الجسم، خامته بتاخد شكل الجسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الورد عليكم حبايبي. النهاردة جولتنا هتبقى عند بيت اولادنا للملابس الجاهزة، ده المحل بتاعه، هو موجود هنا في الممر اللي تحت بجوار مستشفى الهواري، بجوار مستشفى الهواري. دي مستشفى الهواري اهي، وهو جنبه على طول المنزل اللي تحت كده، بيت اولادنا للملابس الجاهزه، عامل عروض حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم. عنده ملابس بيتي وملابس خروج كاجوال، كمان عنده لانجيري وعنده كمان طرح، وهيعمل قسم خاص كمان للاحذيه. هننزل تحت دلوقتي وهنشوف العروض اللي موجوده عنده. تعالي بقى مدام منى، انا سامونا. ده المنزل بتاعه كده، في الاول كده هنشوف بقى الملابس البيت اللي موجوده هنا. عنده بيجامات وعنده ترنجات. هتبقى معانا انسه منى، مي، انسه مي. تعالي بقى انسه مي، قولي لنا على الموديلات اللي موجوده عندك. فرجينا بقى، دي البيجامات البناتي، تمام، دي موجوده بكل الوانها، في حاجه زي كده، دي دفايه، لا ده ترنج فوطه، ترنج فوطه، ده ترنج فوطه يا بنات. بصوا كده الخامه بتاعته حلوه جدا، اهي متبطنه من جوه، ده البنطلون بتاعه قطيفه، تمام. فرجينا طيب البنطلون كده، طلعي البنطلون فرجي لنا عنه. ده البنطلون بتاعه بكام بقى الدفايه دي؟ الدفايه دي عامله 120، 120 ده اخر 120 جنيه الدفايه فوطه، والبنطلون بتاعها قطيفه، مقاساتها موجودة وفي منها ألوان، تمام. في ايه عندك تاني بقى؟ عندنا المقاس الكبير ده، ده منها برضو نفس الخامة، نفس الخامة مقاس أكبر، مش هي مقاسات يعني، لو في حد عايز مقاس صغير هيلاقي مقاس صغير، ولا هو مقاس موحد؟ لا هو النوع دوت موحد، انما ده مقاس أكبر، تمام. ده برضو موديل تاني من نفس الخامة بتاعته، هي برضو فوطة ولا قطيفة؟ لا فوطة، فوطة برضو. البيجامة الفوطة دي برضو 120؟ لا دي عاملة 140، 140 مقاساتها خاصة، تمام. ده 140 يا جماعة، اهو في منها مقاسات خاصة أمهات. البيجامات الأمهات اهي، بصوا هي حفرة هي يا جماعة، والخامة بتاعتها حلوة، كمان بزنط من ورا، ليها زنط من ورا، والتيكت بتاعها اهو. بلاش مقطوع، ده البنطلون بتاعها، تمام. ده وان سايز يعني مقاس واحد، ده مقاس امهات. ده شكل تاني اهو، ده برضو موديل تاني يا جماعه اهو، مقاس امهات. 100 وكام بقى؟ 140، 140 برضو، تمام. هي عندها كذا موديل اهو يا جماعه، بصوا ده برضو موديل تاني بنفس الخامه. بصوا الخامه بتاعتها عامله ازاي، خامه حلوه جدا، 140. البنطلون بتاعها برضو قطيفة، 140 جنيه البيجامة الأمهات، مقاسات كبيرة، في منها موديلات كتيرة وفي منها مقاسات كمان. في ايه تاني بقى عندك؟ عندنا القطيفة العادية اللي هي دي، دي بيجامات قطيفة، ده عاملة 120، 120 جنيه البيجامة القطيفة للعرايس بقى اللي بتجهز. بصوا ما شاء الله الخامة بتاعتها حلوة، والموديل كمان حلو جدا، وب 120 جنيه بس. في منها مقاسات؟ لا هي وان سايز برضو. وحاجة تانية اهو، شكل تاني ده حلوة جدا اهي، ب 120. دي ثلاث قطع، الخامة بتاعتها قطيفة، الخامة بتاعتها قطيفة يا جماعة، خامتها ناعمة جدا، شكلها حلو. ده البنطلون بتاعها ثلاث قطع ومعها كمان زنط اهو، ب 120.
120 جنيه يا جماعه، يا بلاش والله. العروض هنا حلوه جدا واسعارهم جميله، وكمان الموديلات بتاعتهم حلوه جدا. بصوا الخامه بتاعتها والموديل كمان شكله تحفه. تعالى 130. 130 برضو، ثلاث قطع بيجامه قطيفه، ثلاث قطع ب 130 جنيه. معاها برضو الكلوب بتاعها اهو، والبنطلون بتاعها كمان، البنطلون عليه شغل ب 130 جنيه. الوان موجوده طبعا، اي موديل من اللي احنا وريناها لكم من اللي احنا عرضناه دلوقتي الالوان بتاعته موجوده. في عندها برضو اللي هي البيجامه الفيست، مش دي البيجامه الفيست برضو صح؟ ايوه دي بيجامه الفيست برضو، ثلاث قطع اهي، في منها موديلات. الناس بتسال على الفيسبوك على البيجامه الفيست دي، عايزين منها موديلات. موجود منها، موجود منها كل الالوان، موجود منها كل الالوان. الخامه بتاعتها ايه، خامتها حلوه جدا. ده برضو بيجامه فيست، دي خامته مولتون، مولتون صح، خامته مولتون. الخامه بتاعته ايه، خامه مولتون، جميل جدا، شكله حلو، شكل الترنج الرياضي بالظبط. البنطلون بتاعه برضو بنفس الخامه. بكام بقى الترنج ده؟ 110. ب 110. ورونا تاني كده، الناس مش هتصدق الاسعار. ده ب 110 يا جماعه، الترنج اللي هو نفس الموديل بتاع الترنج الرياضي ب 110. الوانه موجوده، في منه مقاسات، مقاسات ولا وان سايز؟ مقاسه كبير، مقاسه كبير. ب 110 يا جماعه الترنج ده. الخامه بتاعته حلوه جدا اهي، الخامه بتاعته بتاخد شكل الجسم، خامته بتاخد شكل الجسم، حلو جدا. وب 110. في عندك ايه تاني بقى؟ عامل 100 بس، 100 جنيه. ده مقاس امهات صح؟ بناتي، بناتي بس مقاساته كبيره. في منه مقاسات ولا وان سايز برضه؟ لا الوان، الوان بس. في منه الالوان بتاعته، عامل 100 جنيه، عامل 100 جنيه بس، ثلاث قطع يا جماعه ب 100 جنيه. مع الكلوك بتاعه، بصوا ده الكلوك بتاعه، دي البلوزه بتاعه البيجامه، وده البنطلون، مقاسه حلو جدا وبياخد شكل الجسم ب 100 جنيه بس. 100 جنيه بس يا عرايس يلي بتجهزوا، ان شاء الله هتيجوا هنا هيعجبكم حاجات كتيره جدا. عندهم بيجامات اسعارها حلوه، والعروض كمان اللي عاملها بخصوص تصفيات الشتاء حلوه جدا. ده 110، دي دفايه، دي دفايه ثلاث قطع. الخامه بتاعتها ايه، قطيفه صح، خامتها قطيفه متبطنه ب 110. ده البنطلون بتاعها، البنطلون خامته حلوه، خامته القطيفه اللي هي الناعمه جدا، بصوا عامله ازاي، ب 110 الدفايه. عندهم موديلات زي ما شفتوا كده، موديلات حلوه جدا، بتبتدي من 100 جنيه صح؟ البيجامه بتبتدي من 100، مش انت قلتي الموديل ده ب 100 جنيه صح؟ اه البيجامات عندهم بتبتدي من 100 جنيه، ثلاث قطع. عندهم 110 وفي 120، ان شاء الله هيعجبكم حاجات كتير عندهم. هندخل بقى على ايه تاني؟ دي دفايه، دي دفايه، عندها 110، دفايه قطيفه، بصوا القطيفه بتاعتها تقيله وناعمه جدا ب 110. البنطلون بتاعها ده المقاس بتاع البنطلون، حلو جدا ب 110. بصراحه في هناك موديلات كتير من الدفايات والبيجامات وكمان الترنجات ب 110 برضو. دي كمان ب 110 يا جماعه. البنات اللي بتجهز بقى والعرايس اللي حابه تجيب موديلات من البيجامات والتصفيات، هنا في حاجات جميله جدا. 45، دي 45 يا جماعه، بصوا ب 45 جنيه البيجامه اللي قدامنا دي، وده البنطلون بتاعها اهو ب 45. البنطلون ده يعني زي خامه الاسترتش صح، بتاخد شكل الجسم، الخامه بتاعته من جوه متبطنه، بياخد شكل الجسم ب 45 جنيه بس الموديل ده. وفي منه الوان كمان صح، في منه كمان الوان اهو، دي الالوان بتاعته. الموديل ده يا جماعه ب 45 جنيه، 45 جنيه الموديل ده، بياخد شكل الجسم وهيبقى شكله حلو جدا في اللبس. في عندك ايه تاني بقى؟
اطفال. طب لو في من اللي هي في العبايات اللي هي العبايات البيتي، ناخد العبايات البيتي الاول مع البيجامات وبعدين ندخل على الاطفال. بصوا هنا عندهم قسم برضو للعبايات البيتي، في عبايات بيتي عندهم شكلها حلو جدا. بصوا العبايه دي عامله 150 150 جنيه، دي قطيفه حفر. بصوا يا جماعه قطيفه حفر ب 150، شكلها تحفه بصراحه في اللبس. نعم 130 130. بصوا الخامه بتاعتها خامه الفوطه صح؟ اه الخامه بتاعتها العبايه الفوطه يا جماعه ب 130 جنيه. هنا مقاسات موجوده والالوان كمان موجوده. بصوا عنده تشكيله حلوه قوي من العبايات دي برضو. نعم ديت عامله 130. اي عبايه من دول 130 جنيه. تصفيات الشتاء موجوده هنا عند بيت اولادنا للملابس الجاهزه، اسعارهم حلوه جدا ب 130 جنيه. اي عبايه من اللي انتوا شايفينها من دول الوانهم كلها موجوده وكمان مقاسات موجوده. احمر اهو ب 150. دي زي العبايه اللي هي الفوشيا دي قطيفه حفر ب 150. العبايه دي ب 150 جنيه يا جماعه. ايه شغلهم حلو جدا، الشغل بتاعهم عالي ما شاء الله عليهم. في برضو هنا في هنا برضو تشكيله تانية من العبايات البيتي ما شاء الله. بصوا العبايه دي تحفه بصراحه، هي عامله 130 برضو. 130 يا جماعه، متخيلين السعر بتاعها عامل ازاي؟ بصوا 130 جنيه العبايه دي، مقاساتها موجوده. دي 140. ايوه موجود الوان وفي منها الوان. دي 140. دي الخامه بتاعتها ايه بقى؟ خامه صوف. العبايه صوف يا جماعه ب 140 جنيه. ودي فوطه 130 برضو. 130 جنيه العبايه الفوطه ما شاء الله. بصوا الخامه بتاعتها تحفه. لا بجد هناك في تشكيله حلوه قوي من العبايات هتعجبكم جدا. دي 130 عبايه ب 130. بصوا الخامه بتاعتها بتاخد شكل الجسم، شكلها تحفه وفي منها الوان ومقاسات. 130 جنيه برضو العبايه دي. بصوا يا جماعه ده شكلها كده اهو. بصوا شغل حلو جدا وكله دلع ما شاء الله. 130 دي 130 جنيه برضو. برضه 130. 130 اي عبايه من اللي انتوا شايفينها دي ب 130. بصوا الخامه تقيله جدا وخامه الفوطه ب 130 جنيه، الوان موجوده والمقاسات موجوده. دي نفس العبايه اللي هي ب 150 صح؟ اه اللي هي القطيفه الحفر ب 150 جنيه يا جماعه. بصوا شغلها تحفه بصراحه، شغل عندهم شغل حلو جدا من البيتي، البيجامات وكمان الدفايات. عندهم كمان عبايات خروج صح؟ ايوه الاديداس العبايه عامله 130. 130 جنيه العبايه الاديداس يا جماعه اهي اللي بتسالوا عليها. 130 جنيه ما شاء الله حلوه جدا، عبايه تحفه بصراحه ب 130 جنيه، جميله جدا. العبايات دي والله بره باسعار يعني غاليه جدا، هم عاملين طبعا اوكازيونات وتصفيات علشان الشتاء بيبيعوا بنص التمام. عبايه ب 130 جنيه مقاساتها طبعا موجوده وفي منها الوان. في الترنج الخمس قطع فين بقى؟ 75. هنشوف برضو الترنج اللي قالت عليه دلوقتي. هو السنتر بصراحه فيه كل حاجه، فيه اطفال وحريمي وبناتي ولانجيري، فيه كل حاجه. هنا ده الترنج خمس قطع؟ اه 175. ب 175 جنيه الترنج ده يا جماعه خمس قطع. خمس قطع ب 175، بيجامه وكمان لاكلوك والروب بتاعها ب 175. موجوده بالوانها؟ في منها الوانها كلها ب 175، بيجامه بالروب بتاعها باللاكلوك بتاعها. دي برضه 175. ده الروب بتاعها اهو. عامل 150. بصوا يا جماعه البيجامه الفيست دي ب 150 جنيه، ثلاث قطع 150 جنيه وفي منها الالوان اهو. الالوان بتاعتها كلها موجوده ب 150. دي اللي هي البيجامه بالروب بتاعها ب 170 صح؟ 170 جنيه. عندكم سوترات جلد. الجواكت الجلد اهي يا جماعه البنات بتسال عليها بصراحه تحفه. لا طلعي لنا الجاكيت ده كده بره علشان الناس تشوفه احسن. الجاكيت دوت عامل 210. 210. بصوا يا جماعه الجاكيت ده 210. بصوا فرو من جوه وبزنط ها
ما شاء الله. لا خامته حلوه جدا. في لون اسمر ده الاسمر بتاعه اهو، عشان بس نعلقه عشان الناس تشوفه اكتر. بصوا الجاكيت ده 200 وكام؟ 210. ب 210. بصوا التيكت بتاعه اهو، كلها براندات بالتيكت بتاعها الاصلي. ما شاء الله الشغل بتاعهم حلو جدا ب 210. الكبير بتاعه عامل 230. 230 اللي هو المقاس الاكبر. وفي برضه مقاس خاص عامل 240. تمام. بصوا الجاكيت عامل ازاي، ما شاء الله من جوه متبطن فرو، من بره جلد، وكمان له رباط كده بياخد شكل الوسط. ده بيضيق منه. قلت لي بكام؟ تعالي 230. 230 واللي وراه ب 100. 240. 240. عندكم ايه تاني بقى كاجوال؟ لا نكمل الكاجوال بقى. دي الجواكت. في عندهم ادريس، الادريس ده شكله تحفه بصراحه اهو. كام بقى الادريس ده؟ كام الادريس؟ بصوا يا جماعه شكله، الخامه بتاعته شمواه. وله حزام جلد كده من الوسط، شكله تحفه، جميل جدا بجد. عندهم تشكيله حلوه جدا من الادريس. بكام بقى الادريس ده؟ عامل 380. 380 ده اكيد مستورد صح؟ ايوه الخامه بتاعته مستورده يا جماعه. 380 جنيه. في منه موديل تاني او الوان تانيه؟ في منه كمان لون تاني وشكله تحفه بصراحه اهو. الخامه بتاعته شمواه مستورد 380. 380 هنا برضو في تشكيله تانية اهي. ده ادريس برضو، بصوا برضو بحزام جلد كده من الوسط، الخامه بتاعته شمواه برضو 380 برضو نفس السعر. تمام. المقاس بتاعه موجود طبعا، اللي عايزه مقاس معين هتلاقي مقاساته، مقاساته موجوده. العباية دي تحفة بصراحة، شكلها تحفة وشيك جدا، نظام البلطو صح؟ هي بتتفتح يعني نظام بلطو. كام بقى العباية دي؟ شكلها تحفة يا جماعة، بصوا عاملة ازاي؟ 390. الزنط بتاعها عليه فرو كده نظام بلطو، يعني ممكن يتلبس تحته جينز وبلوزة بودي ويبقى شكله حلو قوي في اللبس. كام بقى قلتي؟ 390. 390 اشكال تانيه برضو من العبايات دي. 390 ونفس برضو نفس الموديل بتاع العبايه ده نفس السعر؟ لا دي 400. دي الخامه بتاعتها اعلى شويه ما شاء الله. لا عندهم الخامه حلوه جدا، بصوا الموديلات تحفه وهتبقى في اللبس احسن كمان. الموديل ده فيه الوانه موجوده صح؟ موجود ولا هو لون واحد؟ لا هو الاسود والاسمر بس، شكله تحفه. تعالى بقى فرجينا على العبايات. دي العبايات الخروج اللي هي الشمواه، العبايات الالوان بقى اللي الناس بتسال عليها. مقاسات في منها مقاسات، يعني مقاسات من عايزه مثلا مقاس صغير مقاس كبير. 5 اكس. وريني الخامه بس الاول، الخامه بتاعتها اهي. بصوا الخامه بتاعتها شمواه، عامله 330. 330 وده عامله. بصوا يا جماعه العبايه دي شكلها تحفه بصراحه، بحزام كده جلد من الوسط، شكلها تحفه. عامله 260. دي 260. العبايه دي يا جماعه 260 شمواه، شكل واخده شكل الادريس بس هي يعني نظام العبايه. دي عبايه صوف اهي، شكلها حلو جدا. الخامة بتاعتها اهي، لا الخامة حلوة. ودي ال التيكت بتاعها، انت قلت لي دي كام؟ 400. بصوا يا جماعة حتى هو التيكت 450، هو منزل في الأسعار اهي مكتوب 450، دي ب 400 جنيه نازلة في العرض النهاردة 400 جنيه. عنده تشكيلة تانية اهي، التشكيلة ديت دي بزومش من ورا، ده عامل 335. 335 برضو نظام مقاسة، وصل الى 5 برضو، 5 اكس. مقاسات كبيرة في منها، مقاسات كبيرة اللي هي المقاسات الخاصة موجودة كمان. تمام. العباية دي حلوة قوي برضو، ليها كده جيب من الوسط، ده التيكت بتاعها اهو. عندها الجبردين برضو، دي عباية جبردين 370 جنيه، عباية جبردين معاها مقاساتها لحد 6 اكس، يعني المقاسات كلها بتاعتها موجودة. بصوا العباية عاملة ازاي، شكلها تحفة بصراحة.
عندنا برضو 335. 335 بتلبس لحد 4 اكس. في منها برضو عليها كده شغل من هنا كده جيب، والكم بتاعها وافد استك كده من شكلها حلو برضو، وبزومت برضو يا جماعة العباية بزومت. بصوا كده العباية دي برضو شكلها حلو اهي، ده التيكت بتاعها 360. في منها الوان والمقاسات موجودة عندهم يا جماعة العبايات، في منها مقاسات كبيرة، مقاسات خاصة الناس اللي بتدور على المقاسات الكبيرة هنا برضو موجودة. هنا في فيستات كاجوال ده عامل معانا 170. 170 ده فيست كاجوال، الكم بتاعه جلد اهو، هو خامة شمواء اصلا، الخامة بتاعته شمواء، فيست شمواء الكم بتاعه جلد، واخد كمان حزام كده جلد. معانا 190. 190 الخامة بتاعته حلوة اهي يا جماعة، الشغل بتاعهم شغل بجد حلو، الخامة كويسة وكمان كله بالتيكت. عامل 160. 160 خامة دي خامته ايه بقى؟ خامته صوف. لا حلو قوي ده، وكمان مع العقد بتاعه 160 جنيه، وله كده رباط من الوسط. في تشكيلة حلوة قوي من الفيستات عندهم، ده حلو ده، ده ميني ادريس ولا فيست؟ لا ده فيست. فيست ما شاء الله، لا شكله حلو جدا. بصوا يا جماعة الفيست ده تحفة. كام بقى الفيست ده؟ الفيست ده عامل له شغل كده من الجنب اهو يا جماعة، واخد حزام كده الشغل انسيان، 190 جنيه. حلو جدا الفيست ده. معانا البلطو ده برضه، في هنا برضو نظام فيست بزراير كده من قدام، وله حزام جلد برضو، وعليه شغل من ورا، الشغل بتاعه اهو واخد شغل من ورا، وكمان الشغل بتاعه الجيب بتاعه جلد، والحزام واخد حزام كده من الوسط جلد. بكام بقى ده؟ الخامة بتاعته بصوا يا جماعة خامته حلوة جدا، الخامة اللي هي بتدفي دي ما شاء الله تحفة بصراحة. تعرف لها دلوقتي سعره؟ هنا 240. هو بصراحة يستاهل، لانه بجد الخامة بتاعته حلوة قوي وشغله حلو. دي اللون تاني من البلوزة 160. ده اللون من البلوزة دي اللي هي التايجر اللي هي 160، في منها اللون ده. ده جاكيت، ده الجاكيت جينز حلو برضو، والشغل بتاعه هو من ورا. ده برضو فيست الكم بتاعه واخد شغل جلد وبسوستة كده من النص، بصوا الشغل بتاعه حلو، والزومت بتاعه برضو جلد جميل جدا. عندهم شغل فيستات بصراحة تحفة، بصوا كده النظام ده حلو قوي. الفيست ده، الفيست ده جميل قوي يا جماعة، بصوا شكله عامل ازاي، بحزام جلد واخد الياقة بتاعته كلها فرو من بره. كام بقى الفيست ده؟ ده التيكت بتاعه اهو، مية وتمانين جنيه يا جماعة. بصوا الخامة بتاعته شمواء حلو قوي، واخد يعني زي نظام جاكيت كده، بس بصراحة شكله تحفة. عامل برضو 190. 190 قطعتين يا جماعة. بصوا ده بادي تحت واخد عليه شغل من الكم، ده ب 190 جنيه، وبزومت من ورا وعليه شغل من ورا، يعني ممكن يتلبس على التيشيرت، ده يتلبس على بنطلون، وده يتلبس برضو على حاجة تانية، ممكن تستغليه في اتنين طقم. ده برضو لون تاني، ده لون تاني من الفيست اللي انا وريته لكم، حلو جدا ده برضو. في عندهم الوان، يعني موديل اي موديل اللي احنا عرضناه هتلاقوا عنده الالوان بتاعته، في منه مقاسات. ده توينز كده صوف، بصوا الخامة بتاعته حلوة قوي اهي، وكمان معاه البادي بتاعه. ده برضو فيست تاني ورينا لكم اهو، كذا فيست من الكاجوال، وان شاء الله هتيجوا هنا هيعجبكم حاجات كتيرة جدا، لانه بصراحة عنده موديلات كتيرة، لو قعدنا نتفرج عليها بقى طول الفيديو مش هنخلص. ان شاء الله هيعجبكم حاجات كتيرة جدا عندهم. بصوا ده برضو حلو قوي، واخد كده رباط من الوست، بيبقى شكله حلو قوي في اللبس يا جماعة، زي النظام ميني ادريس. بصوا والزومت بتاعه عليه فرو كده من بره، ده برضو فيست تاني الكم بتاعه عليه فرو، واخد لياقة 190.
تمام. هنا اتفرجنا على الكاجوال كله، ندخل بقى على الاطفال. في كاجوال تاني هنا اهو، صح؟ ده كاجوال تاني اهو يا جماعه، هوريه لكم برضو. الناس اللي حابه تتفرج على الموديلات قبل ما تيجي ان شاء الله هيعجبكم حاجات كتيره جدا. بصوا دي موديلات تانيه، في هنا الشال، عندهم كذا موديل من الشيلان، دي شميزات، عندهم كمان تشكيله حلوه من الشميز، في منها الوان اهي يا جماعه. الشميز اللي البنات بتسال عنه بجد، في هناك حاجات حلوه قوي منه، وكمان موديلات حلوه. بصوا في الوان كتيره، في الاسمر والابيض والنبيتي، وفي كمان الزيتي. بكام طيب الشميز ده سعره ايه؟ 120 جنيه يا جماعه الشميز، اي شميز من دول 120 جنيه. وكمان عنده تشكيله من الشيلان، الناس اللي بتسال على الشيلان، في عنده شيلان حلو قوي اهي. بصوا نظام الشال ده زي نظام بلوزه كده، شكله تحفه. عندهم تشكيله حلوه فعلا من الكاجوال، ده اللي هو البودي. التوب البنات اهو يا جماعه، بصوا ب 100 جنيه التوب ده، وفي منه ب 70. طيب ورينا، طيب اللي هو ب 70 ده نشوفه برده. ده ب 70 جنيه يا جماعه، بصوا اهو التوب ده اللي البنات بتسال عليه، اللي بيتلبس تحت الجواكت وكده، ب 70 جنيه، وفي منه ب 100 جنيه. اللي هو الاصفر ده ب 100، وال اللون اللي هو الروز ده عندهم الاحذيه ده 90 جنيه. بصوا يا جماعه الكوتشي ده 90 جنيه بس، بصوا شكله تحفه اهو، 90 جنيه الكوتشي اللي قدامنا ده ب 90 جنيه، في منه مقاسات بتاعته 185. بصوا يا جماعه الشغل ده شغله عالي ما شاء الله، خامات مستورده كلها، بصوا شكله تحفه. ده الاسمر منه، في منه الابيض والاسمر، والابيض في اورنج، شكلهم تحفه بصراحه. ده 150، بصوا شكله تحفه. ده 130. ده الكوتشيات اهي ان شاء الله هيبقى 190. بصوا الهاف بوت ده 190 جنيه بس، شكله تحفه بصراحه. و مية خمسة وستين الموديلات اللي فوق دي، صح؟ 165 جنيه يا جماعة الموديلات اللي موجودة قدامنا دي، 165 مقاساتها وألوانها. الموديل اللي موجود اهو بمقاساته بألوانه ب 165، وده نفس الكوتش اللي احنا شفناه تحت، صح؟ نفس الكوتش اللي منه الأورنج والأبيض في أسمر، في منه كمان الأسمر اللي هو الشمار. لا عندهم حاجات حلوة جدا. اللانجيري، اللانجيري بقى نعمل له بقى ايه قسم لوحده كده، هندخل دلوقتي ونشوفه مع بعض. هننزل لكم اللانجيري ان شاء الله في فيديو تاني. بشكركم جدا جدا، بشكرك يا انسه مي، بشكرها جدا. ان شاء الله نيجي هنا ونعمل كذا جوله عندهم، بس اهم حاجه تيجوا، لان في هناك عروض حلوه جدا والاسعار كويسه جدا. بشكركم جدا، ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني الاشعار بالفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى عن اللانجيري. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.